كان هنا من احتفالية تسليم الدرع والنجمة الرابعة للاعبي وجهاز الفني ومجلس إدارة النادي الأهلي. معي أحد أبطال هذا الموسم كابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني. شناوي، أحداث عديدة السنة دي، بطولة الدوري، بقول لك مبروك الفوز بالدوري في أول موسم ليك بعد العودة مع النادي الأهلي. احنا النادي الأهلي عامة كل أي بطولة بيخش بيبقى مركز على البطولة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا والحمد لله النهاردة بنحتفل بالبطولة. هي جت متأخرة شوية بس الحمد لله التكريم ليه بالنادي الأهلي، وبشكر النادي الأهلي كله إن شاء الله. موسم كان صعب يا شناوي، وفي مباريات صعبة كتير ومواقف كتير. أكيد طبعا كان صعب جدا، وفي مواقف كتير وفي مرونة وحاجات صعبة كتير، بس الحمد لله في الآخر احنا بنحتفل ببطولة الدوري، وان شاء الله نحتفل ان شاء الله بطولة افريقيا ان شاء الله مع الجمهور ان شاء الله. قول لي بقى، طمني وانت رايح على روسيا خلاص كاس العالم، الاستعداد ازاي والمباريات، وان شاء الله تكون متواجد باذن الله. ان شاء الله ادعي لنا كده بس، والجمهور ان شاء الله يدعي لنا، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه ونرجع نعمل حاجه كويسه. كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي. احنا يعني جمهور الاهلي احنا مشتاقين ليكم، وعايزين نشوفكم ان شاء الله في الملاعب وتكونوا موجودين عشان نحتفل بيكم ونحتفل بالدوري. اخر حاجه محمد الشناوي كده كابتن.